الحين ودي جثة. عن أمه محرقك ابن الذين. أنا أوريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله أو كرمبيت 203. اليوم على الحلقة الرابعة من لعبة The Mortuary Assistant، وتكملت للمسابقة اللي ما يدعي المسابقة فيها في ثلاث أكواد على المقطع، على آخر حلقة من لعبة رانش سيميليتر أو محاكي المزارع. آخر حلقة والله ما أتذكر كم، لكن في ثلاث أجزاء من الكود، وفي ثلاث اجزاء بالمقطع هذا اللي حصل يصل لي ثلاث ست اجزاء، ومعكم ان شاء الله اسبوع او اسبوعين ما هي مشكله، اهم شيء جمعوا لي ست اكواد وارسلوا علي باذن الله انها راح تكون سهله. وبرضه ما انسى اشكر صديقي ان شاء الله اني قريت اسمه صح، اللي هو بيدرو من عمان، اعطاني الانترو اللي تشوفون، خلاص خصصته للالعاب الرعب صراحة. هو أرسل الانترو كذا وأنا قلت لهم ما عليش، أنا بحاول إني أعدل عليه لأن في علامة مائية، وبيستأذنته طبعا، ما أداني أعدل على شيء ألا استأذن صاحبه، قلت خلاص بخصص الألعاب الرعب. طبعا بيدرو خلاص مشترك بالمسابقة من الحين لو ما جاب لي الأكواد، لكن يلا نبدأ الحلقة. طبعا يا شباب في كلام كثير على الحلقة اللي فاتت، لأنه في ناس قالوا لي أنت كأنك تلعب الديمو، يعني ما استفدت من اللعبة الأصلية. فعلا صح، لأن كان لعبنا بالنهار وما كملت أنا بعد المكالمة، لأن الأحداث اللي صارت كانت بعد ما رحت للمشرحة وكان وقت نهار عادي الوضع، راح صرفه مدير المشرحة وتكلم صديقته تقول إنه كأنه يعني مو بالعة، يعني مدير المشرحة فجأة اتصل علي بعد اتصال صديقته يقول له تعال المشرحة، يعني الحين بوقت الليل وفي جثث وفي شغل غير شغل الديمو، الحين الشغل الأصلي. ويلا الحين خلونا نبي نبدأ. أنا هدفي اليوم لهدف قوي، اليوم أحاول إني أقتل الديمن، مع إني بحثت عن مقاطع وطريقة لدرجة إني حفظت أكثر مفاجأة اللي تجيك، أكثر مفاجأة مع إنه تختلف فيها الظاهرة، توقع 100 مفاجأة تجي من لعبة للعبة. طيب بدينا، والمفتاح كالمعتاد هنا. طيب تمام، لأني شفت أكثر مقطع جانب وعرب ما في أحد جاب وأحرق الديمن أو الشيطان اللي داخل الجثة. يلا اليوم بنشتغل على هالشيء هذا، يلا بدايتنا الله يستر. حلو أوكي، طبعا فيها أحداث أنا حافظه، في أشياء حافظه، يعني أنا ما أعرف إنجليزي بس حفظت من كثر ما شفت مقاطع، أنا أحاول قدر المستطاع إني أشوف لي طريقة للحرق الديمن. أو وصلنا. اي طبعا هذا الدكتور نفسه، مو هو الدكتور، مدير المشرحة الحين اتصل علي. ايوه الحين ارد عليك، ايوه هي خايفة على ما تدري منه. مستر دلبر، I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. طبعا في ناس تكلمت عن ترجمة الحلقة اللي فاتت، معليش اسف، انا فعلا انا حسب ان نسيت ان في ناس يعني من برا السعودية وفي ناس من داخل السعودية بس غير اللهجة، أنا خليت ميكس لهجة سعودية دمجها مع بعض، لكن المرة هذه إن شاء الله إني أحاول إني أترجم باللغة العربية الفصحى. ما أفهم شيء لحد الآن، فيه كلام حافظ يعني كان يقول لا أنا اللي عند الباب، هي تقول في إنسان في شخص غريب عند الباب ويقول لا أنا أكلمك. طيب ما أدري ليه، يعني ليه ما يدخل خلاص، ليش مكالمة، ادخل وتكلم معه، أقل شيء يدخل على المطار. طيب يلا نبدأ خلاص، قفل فيه أغراض، حط لي أغراض هنا، أشرطة وفيه بس ما أقدر أفتح لحد ما يقفل من المكالمة. طيب خليه خلاص، إيش تبيه؟ طيب الحين نبي ناخذ هذه ضرورية، هذه على ما اعتقد حسب ما تكلموا اللي يلعبون بعضهم، والله ما تابعت ناس واجد، يمكن صالح روبرتس يقول هذه اذا خلاص اذا بديت هذه ورقه نوته ولا شيء تشخبط عليها. طيب ليه ما ياخذ؟
طيب خلوني اخذ اول شيء اللي بالصندوق هنا، مسجل، مفتاح، مفتاح الصندوق اللي عند المكتب الداخلي، ومفتاح الباب. طيب هذا ليش ما جاء معي؟ اللي هو القلم، القلم والورقة هذه ليش ما جت معي؟ المفروض تكون هنا. طيب خلونا ندخل ونشوف. ايوه هذا الاتصال الثاني من نفسه. يعلم ان فيه طرق للحراق الديمن او الشيطان اللي داخل الجثث. حنا نحاول ان شاء الله باذن الله اني اليوم احل اللعبه، احل لو اقل شيء ديمن واحد بس لاحرقه، لاني ما شفت احد سواه وما شفت وش شيء. كلهم نشوفهم يدخلون يعني يقربون للحل اللغز، بس فجاه تنكون بشيء ما ادري والله هم تنكون ولا انا اللي متن، لان في كانهم يقربون لحل اللغز بس فجاه ما يفهمون. في اشياء فيه مثل ترتيب، مثل ترتيب الحروف هنا. اخلص علينا يا شو اسمه، رومند، ريموند، ريموند، ريموند كذا اسمه الظاهر على ما اعتقد. في اشرطه لازم اخذها وتسمع لها، بس ما ادري، انا ما افهم شيء وما راح اسمع، راح اشيله بس كذا. ايجو ديمن نيم، يعني اسماء الشياطين راح تطلع فيه. في موقع يعلم، في موقع يعلم عن الطريقه او الجثه او وش الدلاله على الجثه اللي داخل الشيطان نفسه. طيب هي تكلمت، ما تقدر تاخذ شيء. طيب انهي كلامك، تخلفش في كلامك. ايوه هذا الشريط الاول. انا ما ابي اسمع، ما ابي اسمع، ما ابي اسمع. طيب هذا مفتاح الصندوق. طيب الحين يلا نبدا مع الجثه الاولى، ونسكر الباب عشان نرتاح. بسم الله، في شيء؟ ما في شيء. يلا، طبعا المفاجات، بعض المفاجات انا شفتها ما ادري وش يطلع لي. لازم اشيل. فيه كم جثه هنا؟ حلو، هذا رجال. حلو، ما في احد هنا. هذه ما علي اسم. لحظة لحظة، هذه عجيز اللي كانت معنا بالديمو، هذه عجيز، هذه اللي اشك انه داخله الشيطان. لكن بنجيب العربية، والله يستر من المفاجآت اللي يعني بعضهن شفته بس. لا بين، شايف المفاجآت ومتشجع. لا لا تشجع، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اني ما اخاف ان شاء الله. ايوه نفس الطريقة، انا حفظته طبعا على طول. نزل كفو والله. يلا مشينا. ها هذا كانه يضحك او مستانس انه ابش. خلاص نبي نروح ننظفك ونسوي لك شاور ونسوي كل شيء ونرجع. ايوه نبدا بالشغل الحين. الحين عندنا اول شيء نقفل فمه اللي يضحك هذا، نقفل فمه. خلاص نلغي الابتسام عنده. او لا سوي الفحص، الفحص الفحص الفحص. فيه الصوت هذا ما يطمن، الصوت هذا دليل انه قريب لك شيء، في شيء قريب لك، في شيء قريب لك. يلا نفحص الراس. هذه شامه، هذه ما هي ضربه بس نسجلها. يلا عادي. طيب ايش باقي الحين هنا؟ انا عند ليسك. هذه شايفه، شفتها اكثر مره كل بدايه لعبه. طبعا لازم نهرب الحين، انا حفظتها هذه، حفظتها بس سواها يقطعهم. مفاجأة، الصوت الفجأة يصفق بذنك هو اللي يخوف. انا ما خفت، ما انت مصدق بكيفك. طيب الحين يبوني هرب كذا فجأة يسيطر عليك. ابروح، لا الديمن يتكلم. لا رايح رايح، ما علي منك. أبشوف إذا وصلت السيارة شو أسوي؟ في ناس لا توقف خلاص يروح منها. أنا بمشي لحد ما أصل السيارة. أصلا ما يمديني، أصلا ما يمديني، خلاص برجع. خلاص برجع، برجع خلاص، خلاص خلاص برجع. طيب طيب أنا رجعت، رجعت رجعت. والله لا أرجع. طبعا خلصت باب السيارة مفتوح. ايوه يلا باي، شوف ايش يصير لو قررت اهرب.
كعادة الأفلام ما تشتغل. فجأة ما تشتغل. You're kidding me. I can't believe him. هذا. This is ridiculous. هذه ينتظر عند الباب. خلاص أبشر برجع. راح أرجع. Get back to work. طيب ما برجع برجع. خلاص. ولا تزال. إيه وش هذا؟ جلتش. جلتش بس والله مرعب. جثة بدون رأس. شو اسمه هي نفس اللاعبة هذه. طيب نسكر الباب هذا. ونسكر الباب هذا ونشتغل على خوينا الجديد. معليش خليناك صحيح ما انت بالثلاجة لكن ما عليه. لكن ليش تقوم؟ انت الغلطان. انت اللي قمت. ايان وياك تقوم ثاني مرة. تقوم ثاني مرة قسم بالله اسحب عليك. يلا خلونا نروح. ايوه نفحص. طيب على يدك تحت شيء؟ ما في شيء. تمام. الكتف احنا فحصنا الكتف ولا اها الصدر. الصدر 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 فيه فيه الصدر هنا فيه فطريات. طيب ها كانه ما اعطاني اوكي ولا لا يكون لازم نفحص من جديد. ما اعطاني اوكي او نروح ندخل بس نشوف. بسم الله. ايه هنا هنا الضرب. هيو جو ما هو اوكي هيو جو. طيب هذا الشريط ناخذ سد امك. وهذه اوراق هذه نستفيد منها. شلون نستفيد منها؟ نطلعها كذا. اذا صار في حرف او رمز الرموز هذه تشوفون الرموز هذه لازم اذا جينا نحرق الديمن لازم نجمع الرموز هنا. نجمع رموز معينه ونحطها مع الجثه ونحرقها. الجثه اللي يسكنها الديمن او الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان. طيب يعني ما ندري وين فيه جاء رمز ولا شيء ولا بدري. يعني بدينا من بدري يعني ما في شيء ما في شيء لحد الان. طيب نطلع من هنا. لا ما في شيء لحد الان. اوكي بس الصوت هذا يرعب اللي بوم بوم هذا كانه قريب كانه قريب قريب عندي. طيب يلا نسجل الحين. نسجل جثه. هذا الاسم العمر 52 ما شاء الله كانه شباب. طيب هنا الراس فيه فيه حبة خال. يلا نطلع الحين. يب الله يستر. والله يا شفته بالمقطع فرق اني العب اللعبة هذه. بالمقاطع يمكن ما تخوف بالعبس باللعب صراحة نبضات القلب شوي ترتفع شوي لكن طفى اللمبة. الله يوفق الله يوفق. يعني دل عليه من فاتورة كهرب ما اشرحها هذه على حساب الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. Time to embalm. اي هذه ورقة. ايوه خذيتها ورقة اخيرا. طيب نشوفها الحين. لا شخبطة عادية هذه حسب ما سمعت انها عادة شخبطة عادية كذا ما في اي مشكلة. طيب الحين نكمل معه نكمل الشغل معه. اي وش كان يبي؟ لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء. اي نسكر فمه. نسد فمه عشان ما يتكلم ولا ما يقول شيء فجأة. بوري او برا برا بيت. طيب ايش تسكر فمه يا اخي وش ال... شو المشكله صار فاتح فمه داخل القبر؟ شو مصيبه؟ طيب الحين باقي نقفل العيون. وين تقفيله العيون؟ خلينا نسكر البيبان عشان ما نخلي الدنيا فوضى. اخاف ان الفوضى هذه هي اللي تسبب لنا مشاكل مع اللي ببالي بالكم. طيب نقفل عيونه عشان ما يشوف شيء. افتح عينك. ايوه نحط كذا اللصقه. شاطر حبيبي يلا. طيب الحين ايش عندنا؟ وش باقي وش باقي وش باقي؟ باقي ايه نسوي له غسيل دم. طيب وش متطلبات؟ لا مو هنا. السكين والمقص والانبوب او اللي كانه لي مكيف الصحراوي حق الماء. او لا نحط خلطة او شيء. ما ادري يا خايف. ما ادري وش السبب خايف انا. طيب هذه دروب. طيب والشيء الثاني هنا. حفظت ما عليك ما تخاف حفظت انحفظ. طيب وهذا. نشوف بزعمي والله. حلو تمام باقي الشيء اللي هنا.
ايه لا فيه شيء، فيه شيء مهم، فيه شيء مهم، فيه شيء مهم اللي هو حق اللي يكشف الديمن من السائل اللي هنا داخل، يكشف لك اذا فيه الديمن، اذا فيه الشيطان بالجثة ولا لا، او اذا هو قريب. ما ادري وش طريقته بالضبط، بس نحطه اطفوا اللمبة رجاء 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 رجاء، اللمبة لا تطفي عادي، يطلع اي شيء، طلعوا لي الديمن بنفسه عادي، ما في مشكلة، بس اطفوا اللمبة. ليش طفي اللمبة؟ خلينا نشوفه. المقص حلو، والأنبوب طيب، وش الشيء الثالث اللي معي؟ اها الورقة، الورقة حقت تكلم تكلم. مسكر فمك يا، طيب انا اوريك، غسل دمك عشان ما تكلم زي مرة. ليه عيد تشتغل؟ في شيء، في شيء كأنه تغير اللون ولا؟ خلك كذا عشان تشوف، عشان تشوف المنطقة كاملة، بيجي أحد من وراه الله يقطع إبليسه، خوف انصد. نغسل دمك عشان تنظف يا وسخ. هذه ما ودي خي... حلو خياطة ضبطه، ولا كان أول فيه خياطة بس على طول ركبها كأنها ترجع زي ما كانت، ما في أي مشكلة. طيب الحين وش اللي باقي؟ أي باقي الحقنة البطن أبي. طيب ناخذ هذا وناخذ أو يبوني أنظف الماكينة أعتقد. إيه لا هذا 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 الكيس، أعتقد إنه كذا الدعوة، كذا كذا الظاهر الظاهر الظاهر. ألا كذا كذا، حلو حلو تمام. إيه لأني أول حسب إنه لازم ننظف الماكينة، بعدين خلنا نعبي بطن ونعبي كرش وبالمادة هذه. ما شاء الله موزي يا أخي، يبوني يدفنون وخلاص، ليش الشقة كله، ليش الشغل كله هذا؟ طبعا يا شباب اللي فهمته من اللعبة خلاص، يوم نزلت الأصلية ما في شيء يخوف اللعبة، الديمو ما في شيء يخوف، كان بس في عجوز تشتغل عليه تنظفه خلاص، ما في أي مشكلة، مشاكله معروفة. طيب هالحين مطلوب مني إني أنظف الآلة، أتمنى اللمبة مفتوحة، أشو مفتوحة. طيب إيه الآلة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما في أحد أشوى. بسم الله بسم الله بسم الله. حلو الحين نظف الآلة وبعدين نسوي له تنظيف بشرة. بزعم بتنظيف البشرة انه يقوم كأنه يحترق وجهه، اذا بالبداية يعني بداية اللعبة الأصلية يوم نجي العجوز بالنهار كذا نفس الطريقة، نظفنا البشرة بس ماني متأكد تصير مع الجثة الثانية ولا بس مع العجوز، ماني متأكد والله. حلو طيب منديل معطر او مبلل، يلا ننظف بشرتك يا حلو عشان ما تكلم، يلا عيونك، يلا خشمك، خشمك مو نظيف. طيب يلا جبهة، يلا اتمنى انك ما تكون حلو، انتهينا منه. اي نسيت شيء، ايوه 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 هذا هذا الرمز، الرمز قريب قريب، الرمز قريب قريب. لا نرجع شكله، ايوه هنا انا قريب قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه هذا كانه ال، حرف ال فوق نقطه، هذا الرمز الاول، بس ما ادري على الترتيب، الترتيب بالاخير ان شاء الله راح ادخل الموقع واشوف طريقه ترتيبته. طيب هذا حرف ال وين؟ ايوه هذا هو، يا سلام لقينا الرمز الاول. ذابحينك محرقينك محرقينك اليوم، محرقينك محرقينك ديمن، خلاص اليوم محرقين ومحرقين. يلا الحين مشينا نوديك، يلا خلك شاطر بدون كلام بدون رفعة يد بدون حركات. انا استانس بالواقع اذا سمعت الرعب استانس، بس هنا باللعبة او بالعاب الرعب صراحة تضايق. حلو يلا احلام سعيدة، داخل 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 داخل.
او خلاص كذا. ايوه يا سلام عليك. طيب الجثة اللي بعده. طيب وهم ممنع جيز. العجز انا اخاف منهن، العجز هذول انا اخاف منهن. الله يستر. في شيء؟ في صوت. يلا مشينا سويت تنظيف. خو اللي قبل شوي مستانس ومبسوط، وانت ليش شكلك زعلانه؟ يلا بسم الله. هذه علامات واجد اللي بجسمه، في علامات واجد بس اكثر احب ادخال كذا، بس ما ادري ليه نسجل. سكر الباب هذا اني ماني مرتاح، ماني مرتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اتمنى بدون اي حركه وبدون اي كلام رجاء. ايوه ممتازه. ايوه هذه علامه الاولى. احس اني اشتغل معه شوي شوي، كاني خايف منه مره، خايف انه تحرك ولا شيء. هذه علامه. اقلب يدك، يدك كانه توه كتم مرقوق ولا شيء ولا غطس ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلونا نسجل بياناته. طيب هنا بيانات الثانيه، هذا اسمه وهذا عمره والراس ما في شيء، هنا فيه في 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 شلوخ، في شلوخ. طيب وهنا وهنا تمام. الرجلين كلها رايحه ال لا ما في شيء، بس الرجل اليمين فيه. طيب وناخذ ورقه ثانيه عشان نمشي ونشوف اذا فيه في رمز ثاني جديد نشتغل عليه. ايوه في رمز. لا ما في رمز حتى الان. اخاف انه الرمز ما يجي الا بعد كارثه، اخاف انه ما يجي الرمز الا بعد كارثه. طيب الحين شو مطلوب منا؟ مطلوب منا نسكر عيونه، لا نسكر فمه اول شيء. طيب وناخذ اغراض عدة تسكير الفم، اسلاك ودباسه. حلو. ايوه حلو حلو. الحين عيون. وين 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 وين؟ يلا قبل يجي احد، قبل يجي احد. يلا خلنا نسكر الدرج عشان ما يطلع منه جني ولا شيء. ايوه افتحي عينك. حلو حلو. يا لبها عيون. يلا ايوه سكري. هذه شاطره ما تتكلم ما تسوي شيء. والله صراحه شاطره عجوز، مع اني انا اخاف من العجز بس انها هذه شاطره كويسه. طيب الحين ايش باقي؟ باقي الخلطه السريه. ايوه اتمنى انك بالهدوء هذا وما تحركين ولا تسوين اي شيء. يلا يلا بس باقي الماده الاخيره. لا في ماده هناك نسي. لمحت شيء على الدرج او اتوهم، ما ادري والله ماني متاكد. باقي الماده الاخيره. لا في ماده هناك نسي. يلا الله ما علينا ما علينا ما علينا، ورانا شغل ورانا شغل، مو وقت خوف. العن ابليسك العن ابليسك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اللي تكلمه، هي اللي تكلمه ولا مكان ثاني؟ طلع الصوت من مكان ثاني. والله اني خايف يا شباب، بديت اخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخاف ان تمد ايده، بعادة العجوز هذه تمد ايده، هي ما سوت شيء، هي هادية من اليوم بس. بس الخوف انها تسوي شيء هالحين. حلو 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 تمام تمام. وضعنا اوكي، وضعنا اوكي لحد الان، وضعنا اوكي. في شيء؟ في مشكلة؟ ما في شيء لحد الان الحمد لله. ما في شيء. يلا اتمنى نشيل هذه بسلام. ايوه يا عيني عليك يا عيني عليك. طيب الحين ايش باقي؟ باقي نعبي البطن. ما خلصنا منه لحد الان، ما خلصنا منه لحد الان.
I've already died, Kiwi. بخلص لا تسمع الأصوات، في أصوات ما احنا متسمعين، خلنا نجزع جيز هذا نخلصها. إذا خلصنا هذه وعدت بسلام الحمد لله، الوضع مو مرعب دام عجيز هذه هادية وما عنده أي مشاكل خلاص. حلو خلصنا. دق التليفون منه المدير. Hello, I need to report a missing person. Sorry, her name is Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. So I have that right. So we should. I don't know. She was here at the house. Slit your wrist. I understand that. I need you to check them. All right. All right. I'll keep an eye out. Thank you. ما في شيء. الوضع أوكي. الوضع أوكي. الحين باقي بس. ان ننظف الآلة. ليش ننظف؟ ليش يا اخي موتة يعني ذا اللي عليهم نعديهم او بكتيريا او شيء تجيهم عدوى ولا مرض ولا شيء، ما ادري ايش اسف تنظيف ليه اضطر اروح لدورة المياه واجيب اغراض ليه؟ شو سال غرقت بالارض الله يستر. Hello, I need to report a missing person. هذه ما مرت عليه والله الأمانة، إن هذه الحالة هذه ما مرت علي بأي فيديو، إن تدخل دورة المياه وتغرق بالأرض. طيب شو سوي الحين؟ بس في الغاز، في الغاز بالدعوة، لازم نحله. ربيكا شرطة. هذا مو اللي غسلناه بالبداية. قص الصوت شوي، أحس بعد الهدوء والدنيا هذه فجأة بيصرخ بوجهي. طيب قومي قومي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت الكابوس ولا لا؟ قومي الله ياخذك، قومي بسرعة. ها طيب شكل انت، بس في صوت ما يطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايوه في رمز. ايوه هذا الرمز الثلاثة بالانجليزي، كأنه ثلاثة مي مكتملة في خط هنا. حلو نبي نروح، اتمنى حفظتها ان شاء الله، حفظتها. الرموز يعني ما تتشابه على الاغلب، لكن خلونا نشوف هنا. لا مو هذا، في 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 ها؟ ايوه هذا هو. حلو اوكي، لقينا الرمز الثاني مع الجثة الثانية. طيب حلو، ننظف الآلة الحين وبعده ننظف وجه العجوز وبعدين نودي نصرفه. حلو 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 حلو. الحين ايش باقي؟ باقي بس تنظيف البشرة. تنظيف البشرة حلو. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. تبي تقوم الحين؟ تبي تقوم؟ ما عارف حركات هذه، ما سويت شيء، هذه هادية من اليوم، ما سويت أي حركة. بس أنا ذلمنا الحين، ذلم منه. ايه هذا ذلم منه. انا داري حركات ما بعد. تشر ليه؟ العبليسك وين انا؟ وين العبليسك؟ طيب هنا وضعنا اوكي، ناخذ الجثة الخايسة العفنة هذا. ليش ما تحرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الله يلعن ابليسه. خلني اخذ ورقه احتياط، ورقه اخليها معي عشان اي حرف يطلع.
اها علي علامة. هذه معقول تكون هذه؟ ايه انا سمعت بالفيديوهات انه يكون عليها علامة، بس لازم اجمع الرموز. خلاص انا بوديك الثلاجة الحين وترتاح وتنام، ما عندك اي مشكلة، ما عندك اي مشكلة، خلك تاخذ جثة عادي، ما راح اسوي لك شيء، ما راح احرقك. اصبر لين اجمع الرموز وبعدين اتفاهم معه. اجمع الرموز. ايوه صليب تحته عكفه. ايوه بديت بسم الله الرحمن الرحيم. حيك الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا شفته طلع من الباب بسم الله طبق من فوق باب الله يلعن ابليسه. بس شو هذا ما يخوف بالحين، بس خلونا نتاكد اول شيء الرمز، ناخذ الرمز قبل ما ننسى. ايوه هذا هو، يا سلام عليك. طيب الحين نشوف ورقه. بدأت ترسم دوائر، هذا دليل انه قربت تلحس. طيب احنا بندخل على الموقع، بس لازم نشيل الرمز السري من هنا. في رمز سري هنا، ايوه 08114 08114 انتر. حلو كويس. طيب الحين يبين لنا العلامات، على ما اعتقد ان العلامات اللي تجي على نفس الديمن، ايوه نفس العلامه هذه رسمها على بطنه، بس وش الفائده منه؟ او هي نفس الخطوط هذه، بس وشلون ترتيبه ماني متاكد صراحه. طيب خلونا لحد ما اجمع الرموز افضل، اجيب الجثه الثانيه اشتغل عليها وبعدين عاد ان شاء الله نشوف وش شغلتنا الثانيه. طيب ايوه الحين تاكدنا ان الجثه هذه عجيز، هي اللي ما هي طاهره، هي اللي ما هي نظيفه. اتمنى انك كويس انت. فتح عينه ولا يزولني؟ لا ما ها، كل ما حركه كان يفتح عينه يسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيجي شيء؟ الله يستر الله يستر الله يستر. حلو 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 حلو. طيب الحين بنعاين الجثة نشوف شو مشاكل عندك. في مشكلة هنا في هذه ضربة؟ لا. طيب تمام اوكي. طيب هنا الصدر في علامة هناك، بس لازم نجيك مع الجهة الثانية، ما ادري وش السبب. طيب يلا اليدين عليك مشكلة. ايوه في هنا ضربة. حلو نسجله، سجل ضربة. في هنا فطريات، في هنا فطريات ثانية. ليش تطفون لمبة؟ ليه؟ عناد. أبسكر الباب. يلا طفوا اللمبة على راحتكم. يلعن ابليسهم طفوا اللمبة هذه، الله لا يربعهم. ايوه جاه بلا جاه بلا، هذه نجنه. ايوه بدت ترسم علامات، بدت ترسم علامات. خلاص احنا الحين وش النو وندخل على التسجيل ونريح روسنا. هذه الجثة الثالثة، هذا اسمه البريت او ما ادري، عمره 35. طيب والراس ما في شيء، الكتف. اصوات ما تطمن، في اصوات ما تطمن. العن ابليسك، شغل لمبه يا وسخين، شغل لمبات. طيب ناخذ ورقه. حلو نوديها هناك. اوكي اوضاعنا ان شاء الله تمام، بس باذن الله تمام باذن الله. ايوه تمام خلصنا من هنا. طيب هالحين نسكر لفهم.
يلا نسكر العيون. Right. حلو، أوكي. طيب فالحين إيش باقي؟ باقي نسوي الخلطة، الميكس هذه. قبل ما أنسى، عشان ما ننسى لازم نجيب هذا أول شيء. يلعن بيسك، انقلع الله يسك. هادي من يوم كنا أصدقاء وكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بيسوي؟ اخلص علينا. طفى اللمبة. طيب شغل شغل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يديني بحر. انا بليس وش اسوي الحين؟ هذا واقف عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ان شاء الله ان شاء الله نعدي ان شاء الله نعدي من فوق. هذا واقف لحد الان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلوا خوافين. طيب في كلمه بصوره. لايت مي ان لايت مي ان ما ادري وش معناه. حاول ترجم. حاول اني ترجم الكلمة. ترجم ما ادري وش. يترك انا في بنغالي هذا. يلا مشينا مشينا بس. لايت مي ان الظاهر الرسالة نفس الرسالة تجي على الجدران بالديمو اللي يعني وراي 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 وراي. ادري 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 وراي. لا ايوه اها يلا. هذا اللي مات عنده قبل. طيب نمسك وجهه ونشوف. كأنه في رمز تشوفونه. كأنه رقم 2 بالانجليزي بجنب حرف ال من اليسار. ليت مي ان ليت مي ان ليت مي ان. وش ليت مي ان؟ طيب شو اسوي انا الحين؟ في شيء هناك ما شلناه ممكن. في شيء معقوله ما اخذيناه؟ او غرض او شيء؟ ما في عد ليت ما في شيء. عطاري ليت مي. ادخل ادخل انت ما دخلت يمكن. ادخل اقطعك. يمكن هو السبب اللي تو. ساب. طيب قدم ما في شيء. رضمه يمكن على كتاب على شيء. شلت صخره. شو المشكله؟ اي كنت بتدق وجهه. Be more comforting. دق وجهه دق دق وجهه دق دق. تكلم عاد ولا هم. مو نفسه هاي. طيب ايش كنا نسوي احنا؟ اي باقي باقي في اغراض ما اخذناها. اي باقي هذا وباقي الخلطه اللي هنا. ان شاء الله ان شاء الله ما يصير فيه مشاكل. ان شاء الله ما يصير فيه مشاكل او خطا او شيء لازم اخذه من القصه او من النكبات اللي تدخله. طيب الحين نبي نشقر قبته. ها هذه وش هذي؟ راجعين راجعين راجعين. خلونا نتخلص من هذا. نخلص من هذا وبعدين نرجع له. طيب مقص مقص. ما في شيء ما في شيء. كنا ما ندري والله. احنا نشتغل صراحه. احنا كنا نشتغل الحمد لله. انك كنت اشتغل على قبته وجاني صوت غريب يمشي من وراي. اسمع لي دامنا ما شفناه والحمد لله وضعنا اوكي. حلو 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 حلو. في رمز في رمز في رمز في رمز في رمز. الرمز الاخير. الرمز الاخير وين؟ 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 على الارضيه. العن ابليسك العن ابليسك. تعلق فوق. طيب وين راح الرمز يا كابتن؟ طيب ما في لمبات.
أيوة هذا وده كأنه رقم ثلاثة. هذا رقم ثلاثة بس إنه معوق شوي. خلنا نروح نشوف رقم ثلاثة. أيوة الحين شوف الترتيبة، ندخل على الترتيبة الحين، ندخل على الترتيبة نشوفه. لا هذه تعليمات هنا على ما أعتقد الترتيبات هنا، بس خلنا نشوف وش الحروف اللي عندي أو الرموز. حرف عين ثلاثة، صليب معكوف. طيب أتمنى نلقاه هنا، ما هي هنا، ما هي موجودة. نشوف العلامة الثانية غير علامة هذه. نشوف هنا في اختلافات، ماني متأكد، ما في، ما هي موجودة علامة. أنا ما أعتقد إن علامة هنا موجودة. أيوة هنا ال، أيوة لقيتها، هذه رقم ثلاثة فوق والال تحت. أوكي رقم ثلاثة فوق والال تحت. طيب نبدل هذا هنا. حلو ال تحت ورقم ثلاثة فوق. أوكي ال تحت ورقم ثلاثة فوق، هذا طبعا خليته أنا ال. طيب والصليب يمين وحرف العين أو الثلاثة المقطوعة يسار. آه طيب كذا. حلو 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 حلو، ها حلو. أوكي كذا تمام، كذا تمام إن شاء الله إن تكون تمام. طيب خذيتها الحين، والحين إحنا اشتغلنا على هذا بس نبي نكمل عليه، نبي نكمل عليه. والجثة عرفناه اللي هي عجيز اللي قبل شوي. طيب لا هذا باب الثلاجة، يطق الثلاجة عليه. أص 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 يلا، هي ثلاجة عجوز نفسها. راجعين إن شاء الله. طيب هذا غسلناه وخلاص، نسكر الجرح. طيب وش باقي الحين؟ باقي ننظف الآلة نفسها. طيب خلوني أنزل هذه هنا وأرجع لها بعد شوي، تأكد منه نظرة سريعة. حلو هذه ال تحت. حلو 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 حلو، إن شاء الله إني قربت على اللغز. أنا الترتيبة هذه اللي هي اللي يشوفون متعقدة، يعني ما يرتبون أو يتغيب عن بالهم إنهم يرتبون الترتيب هذا. كشفت الصور بالصدفة، هم يدخلون يتابعون يشوفون يحاولون، كشفت الصور كذا، أعتقد إنه ترتيبه. إن شاء الله بإذن الله إن ننهي اللعبة اليوم، نشوف حلها. هي ما راح تنتهي، يعني لك شغل ثاني ولك شفتات ثانية، بس إن شاء الله إنه يعني نحلها إن شاء الله. طيب هذا الكيس يلا نعبي كريشته، شقيناه من تحت سره كذا. There we go. حلو انتهينا منه، الحين باقي ننظف الآلة. يلا بنجيب، الله يستر منها، الله يستر. بسم الله. طيب ان شاء الله تعدي الروح هذه على خير. حلو 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 حلو، ألعن إبليسك. يبي الشر هناك. طيب خلنا نكمل شغله بعدين نروح، حول قوة إلا بالله. يلا 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 نروح. بسم الله، تجينا واحدة الحين تركض بوجيهنا على طول. إن شاء الله ما يكون تطور بالوضع هذا. هذه كانت في الديمو كذا، تجيك واحدة تطلع بوجهك تروح يمه تركض يمنه، بس إن شاء الله ما. ايوه نفسه كتابات، نفسه ان شاء الله نفسه. بسم الله بسم الله بسم الله. هذه نفسها الحين تجي. بسم الله يلا تعالي. هربت وراه. طيب وصلنا نهاية الجار، ونرجع خلاص نقفل، ما في شيء، ما طمرت بوجيهنا لحد الان. لا 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 لا، تطورت، في شيء وراي، في شيء. هذا الحلو اللي دائما نشوفه، تشوفونه هذا. الحين خلاص ما في نكبة إن شاء الله، ما في أي نكبة إن شاء الله. طيب الحين بس باقي ننظف وجهه. حلو نبي ننظف وجهه الحين، تنظيف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ننظفك يا حلو. أتمنى إنك ما تقوم، خلاص قمت مرة واحدة، خلاص لا تقوم مرة ثانية،
خلاص سمحتك المره اللي فاتت خلاص الحين خليك شاب يا عيني عليك الحين ودي الجثة عن امه عن امه محرقك 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 ابن الذين انا اوريك نحرقك تحسبني خلاص ضايعت عن بالي جثة والله اوريك والله اوريك الشغل انا اوريك طيب نشوف ان شاء الله من هي اليوم طيب انا اوريك هنشوف ما حرقتك بالنار ايوه خلك هنا داخل خليك جاهزة يا عجوز ابليس خليك جاهزة طيب خذينا ها هيكم لخبطة لا 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 هذه اوكي بسم الله يلا الحين ننطلق وناخذ عجيز الوسخة هي هذه ولا لا ايه اطلع 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 لا باقي نحط عليها هذه ايوه اوكي الحين الوضع تمام التمام تعال لا 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 ايوه الحين نحرقك ونشوف النهايات الفاشلة انه تنسكن ربيكا نفسه يسكن الشيطان بس نشوف النهاية كويسة ان شاء الله يكون نهاية ثانية خلنا نسكر ونشوف شغلنا يلا طبعا اي جثة تحرقه راح يصيح الشيطان داخل بس عاد ما للاسف يمكن ينجو اذا سوينا غلط ينجو والله نفس الاقطال لا يكون اخطينا سلم ها تاكد نهاية القصة انت اكد اذا فيه واحد ديمن يعني اذا احرقنا واحد ديمن معناتها نجحنا ان شاء الله ها ايش صار الحين في قصه Once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again. لا خبر تهجم عليه. I don't want this. خبر الشيطان تكلم بلسانه. سشوى الحين تقول اوكي الوضع اوكي. There's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. The only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better, suffering hell to save us all. But I simply want to live another day. Just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. لا كويس كأن نهايته كويس. كأن نهايته كويس. Spend the rest of my days in fear. لا كأنه بعد شوي لا يكون يسكن الشيطان الحين ولا. لا خب ما يطول على طول يعني ما يطول نهايته الفيديوهات اللي شفت نفس كذا ما يطول نهايته كذا. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back.
ماسكنا الشيطان. بس نشوف نشوف ال... ايوه هاد وش الترجمه؟ وش الترجمه الحين؟ هذه دي من عليه واحد، هذه ما جابه اول واحد جبته انا. وين راحه؟ لا نلقاه نلقاه نلقاه. ايوه هنا 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 هنا. حلو، النوبه واحد، المنجزه واحد، عدد المرات صفر. وش الصفر؟ نفي الشيطان، نفي الشيطان واحد نفيناه. ثلاث الجثث المحنطه ثلاثه. انهينا اللعبه يا شباب، انهينا اللعبه يا شباب. خلاص انا ما ادري والله يا شباب اني بحثت عن واحد ينهي اللعبه، وصراحه حب استطلع بشوف نهايته، ابتعلم بشوف، والله ما لقيت. ما ادري يمكن ما بحثت زين مع الاجانب، بس بحثت عرب اللي مقطع ساعة، مقطع ساعة ونص، مقطع 40 دقيقة، ما لقيت أحد أحرق الديمن أو أنف الديمن أو جابه صح. لكن الحين جبته صح. المهم يا شباب لا تنسوا اللايك واشتراك ونشر المقطع. الله يعطيكم العافية على مشاهدة، وآسف إني طولت المقطع عليكم. لا تنسوا المسابقة، أرسل لي الكود، أرسل لي الكود، بحاول إني أسهله إن شاء الله بالمونتاج، راح أسهل الكود بإذن الله إنكم تحصلون. يلا في أمان الله.